يعني معروف من طخه تخص الإرهابيين التكفيريين اللي طخوش. فحسبنا بعد ذلك بأن ننتمي إلى تنظيم الدولة أو ننتمي إلى جبهة النصرة أو القاعدة أو غيرها. إن عدم اكتشاف من يقف وراء أعمال القتل ومحاولات الاغتيال في الأيام الماضية يثير المخاوف، وكأن هناك جهات محلية تتعمد القيام بذلك من أجل إشعال الوضع. ماذا جاء يفعل ماجد فرج في لبنان؟ ماجد فرج مسؤول المخابرات الفلسطينية، مسؤول عن التنسيق مع إسرائيل، ما في أي ثقة أنه يعمل للصالح الفلسطيني. وتغيبت ثلاث فصائل فلسطينية عن الاجتماع، وهي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بالإضافة إلى حزب الصاعقة. كفر